وبركاته، صلى الله على سيد رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين. التدريب يعني هو عبارة عن تدريب تقليدي بسيط بتركيز على التصويب واللياقة البدنية، يعني اللياقة البدنية هي الأساس هنا في هذه الفعالية. التصويب هو يعني نسميه احنا تحفيز لتنفيذ الفعالية التدريبية. فاللاعبين شوفهم انت بالساحة الآن موزعين قسمين، مجموعتين 8 ب8، لأن بعد هذه الفعالية أنا راح ألعب بنفس المنطقة بنفس وجود الأهداف، جيم يسموه تكتيكال جيم براكتس بطريقة ما، يعني بعد ذلك سنتكلم عنه. والتمرين كالتالي، انه يبدا اللاعب اللي ما معه كره فوق بركض الرشاقه، ثم اللاعب اللي معه الكره يهيئ للكره امام الهدف، فاللاعب اللي عمل ركض الرشاقه يهاجم الكره اللي هيئها اللاعب الثاني، اللاعب الثاني يعمل اوفرلاب من خلف اللاعب اللي راح يصوب الكره، يعني اللاعب الاول، فاللاعب الاول يذهب لتصويب كره الثاني على الهدف، بينما الثاني يعمل اوفرلاب ليقدم اسناد ما بعد التصويب، اي ما يعرف بالاتاكينج ريباوند او ما يعرف متابعه الكره المصوبه على الهدف. خلصوا، اللاعب صاحب الكره اللي سوى اوفرلاب يروح خلف مجموعه المصوبين، يعني بدل اللاعب الاول خلف المجموعه. واللاعب اللي يجي من ركض الرشاقه وتصويب الكره المباشره ينتقل فورا الى العلامات شوفه، ويعمل ركض سريع ما يعرف بركض اخر، ركض الزجزاج او الويف رامينج، او يبدل المركز. فالاول يجي الشغل يكون على الاول هنا شغل جيد، والثاني يروح مكان الاول، وهذا تستمر العمليه. هذا واحد. اثنين، وضحنا احنا هاي الفعاليه بسيطه انا، لكن السؤال الان نفس التوزيع الفريق الاخر، ها شو نفس التوزيع، كيف يمكن انت تغير الفعاليه هنا؟ ايش تعمل حتى تسوي فايريشن جديد؟ شنو اللي تعمله عشان هاي المجموعه تعمل بهاي الطريقه او هذا التنظيم، واحنا نفس تنظيم اللاعبين وتوزيعهم الادوات؟ ما هي يعني ما هو اقتراحك لان تغير نمط الحركه هنا او هذا العمل عشان يختلف بين هاي المجموعه وبين هاي المجموعه؟ ثم بعد ذلك تطي فتره راحه، هاي المجموعه تاخذ عمل هاي وهاي المجموعه تاخذ عمل هاي، يتبادلون العمل، فيكون كل مجموعه نفذت نفس التنظيم هذا بطريقتين مختلفتين، ولكن الهدف واحد، هو التركيز على عمل بدني ممتاز جدا جدا مع التصويب ومتابعة الكرة. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا.